انا مدير على التدخين كما يلوموني يقول لك التدخين قال لك اللي حسب الجمره اللي قاعد عليها ان التدخين ينسيني نوعا ما يريحني شويه كانت كنقولوا ما كان حاجه اكثر من التدخين ممكن الواحد يختارش هم هم هزوا كثير من زملائي واصدقائي هزين الموضوع هم كبير فنان مفكر الماديات ما تهموش عايش كذاش فنان اللي يقول لك باش يطمح عنده فكر تاع مادي قصور ومبيدات ضخمه واستثمارات كيما راهم يديروا بعض الناس ما عندوش هذا فنان يحوس تيروي ملكو هدوء تام حديقه صغيره ويريح عايش يقدم حاجه للمجتمع تفيدو فيلسوف فيلسوف يقدموا حوايج للمجتمع بعد النتائج تجي بعد تجي دونك انا تنبأت ملي كنت مسؤول في الشبيبه والرياضه ذاك الوقت كانت الجمعيات تخلط كثرت الجمعيات وبدات اللي يدير جمعيه أربعة وكان عندهم واحد العقليه واحد الذهنيه يقول لك انا ندير جمعيه وباغي ندير مساعده مع الدوله ومن بعد ولي طالب المقر وطالب المساعده الماليه وهي خطا في القانون تاع الجمعيات ما عندكش حق اخويا انت تدير جمعيه برا ربي يسهل عليك كان تشوف جمعيه في فرنسا ولا في امريكا جمعيه تكون روحها بروحها ما عندها حتى علاقه بالدوله عندها املاك عندها ديزيماب بالباطيمات عندها سيارات عندها كذا وحنا روح جمعيه ما عنده حتى ثقافه وحتى مستوى ثقافي حتى الاختصاص تاع الجمعيه اللي دارها ما عندوش ما يعرفش هذا وتلقاه هو رئيس الجمعيه وهو الطروزيلي وهو الكاتب هو كلش اللاعب حميده ورشان حميده حتى الاعضاء ما كانش الجمعيه الموارد الماليه تاعها سي رشيد منين تجي؟ يقول لك تجي من خلال المنخرطين تاعهم كل مرواد عندها منخرطين اللي يكون بيدها تاعها بزاف لي زاديرون يدخل الدراهم وتنشط حتى ينهى معفية من بعض الضرايب عندها نشاطات وتساهم مش ربحية نشاط ربحية تساهم النشاط نتاعها وتعاون المجتمع وتعاون الدولة في عندها شخصية معنوية الجمعية تعاون حنا يجي طالب المقر يقول لك عطيني ما عنديش مقر ويشكو ما عندناش مقر يدور ربي يسال عليك انت راك درت جمعية عطاوك لاكريمون روحك لي كراج دبر راسك ودا حاول ناظر خطاها الجمعية واش هي هي نظام انت راهي جمعية ناظر وحاول تجيب الناس اللي الجمعية اللي قدرت على يامنوا بالافكار تاعها والمبادئ تاعها والاهداف تاعها على اساس بغا هما يكون فيهم يمدوا خاطرش يقول لك الجمعية العامة ولا الاعضاء تاع كل شهر يستاهل يمد 50 درهم في السنة ما يدخل لاكاس كل ما يعود عندك منخرطين كل ما ينخرطوا معاك جماعة بزاف الجمعية تحصل الاموال والاموال تشري بهم انت يا فاطمه ولا تشري دار وتشطر ولا كار ولا مش عارف ولا الى غريبه كاين بعض الجمعيات الوطنيه مشاو فيها فاطو بكره لاباس بهم عندهم بناو مقرات عندهم وسائل تنقل عندهم يعني عندهم امكانيات ولكن عندهم صادرين كسبوا ناس هنا في المسيله الجمعيات للاسف هاي الجمعيه تكون راكده وكيف تظهر الجمعيه في المسيله الا في وقت المناسبات في وقت المناسبات تدخل جهاز ولكن في الواقع بيني وبينك رشيد للاسف العام وقل هو رد اذا سيدي يعني المشكله تاع الفنان ولا المحنه تاع الفنان عامه يعني هي التهميش التهميش مقصود عدم الاهتمام التهميش هذا شوف سي رشيد سيبولي مقصود يعني 100% والتفاف ناس ما عندهمش علاقة بالفن هذا مش يجروهم بالجمعيات وهذا كله ولا قلت لك انا يا التافهين ايه هذو الناس التافهين والله اشباه الفنانين والله اشباه المثقفين لان لو سيستيم يسحقهم باسكو يساندوا يسحقهم هي الغدوة مثلا يلقاو يعيطوا الجمعيات المجتمع المدني هاي يلا صقر لا مشكل وين ها هنا مشكلة هنا مشكلة هنا هاي المشكلة ماذا بيا تخلي الفيديو كما راه ايه هذا هو الاشكال هنا جمعية كرة الطب الكل من جمعية الكل كل سياسة تجي جمعية تخرج المبادئ تاعك عاد ثقافي واش دخلت السياسة واش دخلت تروح للقاعة البيضاوية سي محمد سند العهدة الخامسة انت واش دخلك؟ انت راك فنان راك في الثقافة تاعك
مثلا جابوا حتى الجمعيه تاع نتاع تربيه المواشي بداو تي واش دخلك انت سير طمح في النعجه تاعك تي واش دير لك تروح تاكل كشير واش دير ها وليس مشكل المجتمع المدني سياسه سي بوليتيك كيما الاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه انا بالنسبه ليا ما كانش احزاب ما عندناش احزاب سياسيه عندنا احزاب سياسيه مدعمه للنظام وانا وانا تبان على انها معارضه ما عندناش معارضه للاسف الشديد ما عندناش بالعكس بالعكس انت الحزب السياسي اللي يدخل فيا يقول لك راني معارض في نفس الوقت عنده وزاره في الحكومه يعني واش ماهوش منطق هذا يعني ماهوش منطق لك معارض يا محمد عندك مبادئ انت حزب سياسي تكون في حزب سياسي معين ومن بعد تروح حزب واحد اخر وراه المبدا تاع النظام يا هو يبين لك هنا التسلق الغباء الحمق المهم يتبع المهم وين يلقى الضاله تاعو ما يهموش بينما الجمعيات السياسيه في امريكا حنا في الولايات المتحده بالرغم فيها احزاب ولكن كاين زوج احزاب مسيطرين على الساحه السياسيه الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري والقطر فار وعمرنا ما نسمع واحد كان في الحزب الديمقراطي ولا راح الحزب الجمهوري يموت المبدا تاعو يموت على المبدا تاعو للاسف ما عندناش كان في الفلان ومن بعد ولا الجراندي ومن بعد ولا من هي ومن بعد ومن بعد خرجت الاحزاب الجوهر واش سموها الجو المجهريه المجهريه ها هذا هو الوضع المؤسف جدا متأسفوا لنا على كل حال الفنان هذا هو الفنان الفنان الحقيقي هو اللي يعاني هذا المعنى فما شبه الممثل أو شبه الفنان أو شبه المثقف والله ما على بالي المهم يجيب الضالة نتاعو يجيب مهما كانت الطرق الفنان الحقيقي عمره ما يمديته بالرغم أنا عايش في التمارة عمره ما يمديته أبدا وعمره ما يطرق باب مسؤول انا عمري ما تططت على مدراء الثقافه بس كنا نعرفهم جماعه قالوا لي الفيلم تاعك كان رحت للوزاره وكذا يقولون انا وزاره سبحان الله العظيم نعرف لجنه القراءه نعرف انا وصارت لي تجربه معاهم صارت لي انا فيلم تاعي وجه الاخر شفت عجب العجاب سواء في لجنه القراءه في وزاره الثقافه ولا على مستوى التلفزه الوطنيه شفت عجب كانش لازم تكون معاهم ولا ماكش معاهم والفنان عنده عزة النفس عنده إحساس يسمع حتى من أنا قالوا لي في فيلم الوجه الآخر كاين لاسونسير عقبوه لجنة الرقابة قالك اللقطة هذه لازم تنح باش الفيلم نعقبوه في التلفزيون قلت له ما نحاش وما تعقبوش هاو قاعد لقطة بسيطة جدا هذا ما فيها حتى حاجة قلت له أنا ما نحاش عطيت يعني كنت عندي مبادئ الفيلم كيما صورته يلقى منح من قلت له الشاعر ثاني مالا الشاعر تروح ليه يكتب قصيده تجي انت تقول له الابيات هذوك نحيهم والله اذا كاتب كتب فصل تجي انت تقول له نح الفصل هذا باش نطبع لك الكتاب يعني مساومه وتهديد لا باش انا يبقى تاعي يا اخوي ما تعجبوش التلفزيون الله لا انا ماني نحوس على الشهره ما نحوس انا درت فيلم فنان عالج قضيه اجتماعيه خطيره وتقولوا بلي هذه المشكله ما كانش في الجزائر ما عندناش هذه الظاهره نتاع الاولاد اللي يبيعوا الساشيات هاي مازالت اليومين هذا في جميع القطر الجزائري مازالوا دي زونفون صغار مازالوا يبيعوا في الساشيات في الاسواق هو يجيب لك الظاهره دي ما عندناش هذه راك تقيس تهز في الصوره نتاع النظام والصوره نتاع ما عندناش احنا نلبس بنا احنا ما عندنا حتى حاجه يعني احنا رانا هايلين ها جات كورونا حتى ثاني احنا انا ولينا من بين مصنفين من الدول اللي اصابتها الكورونا وهاك شفت الجماعه المنظومه الصحيه تاعنا اللي كانت ماشي مشتركه هاك شفت العيوب وشفت حتى وزير البارح نسمع وزير الصحه بن بوزير صعب بيه هذا صراحه قال لك ما كناش متهيئين لهذا
الوقت الاصابه اللي كانت تصرخ باش يديروا مستشفى. انت يرحم والديك حداد حداد بارك الله العظيم. ايه زابورموسيون تاع الجزائر انا ماشي ايه يرحم والديك يديروها. وقعد غاشي الكلمه تاع الصحفي غاصني انا من الاخر راسي قال لك مما افلس البنك المركزي خلاه واش كنتو ديروا؟ الاف المليارات دا حداد وحده الاف المليارات وحتى المشاريع الحكمه ما كملتش الاف مع العصابه بمسانده العصابه وانتو كنتو هاد الالاف هذه كي بدي حسبت انا حساب من عندي هنا تبني قداه المستشفى واش جاهز قداه المستشفى في جميع الولايات وفي جميع المناطق النائيه ياك تشوف ياك تشوف تتاسف ولا ما تتاسف انا نحب الوطن تاعي ونحب المسيره انا ماذا بيا المسيره تكون ورده انا ندير روك انا نقول صباح صباح الخير المسيره ولكن نبين بعض السلبيات في جميع النواحي من ناحية العمران، من ناحية الطرقات، من ناحية واد القصب العظيم، سميه العظيم هذا واد القصب عظيم جدا. خاطرش كي التاريخ تقرا الاسوار تاعو تكون حضارة. خاطرش الضيفة تاعو تبنات الكراغ والشتاوة والعربوب والكوش، الضيفة تاعو وخلقت البساتين هذيك وخلقت الجنات حتى سماها ابن هان الأندلس جنات عدن. حتى لي فرونسي صوروا صورة أيريان جوية لقاو باللي بلي 99 من المساحة تاع المسيرة كلها مساحات خضراء كلها بساتين سيدي جعفر وهذا تدخل الدكتور بيرم كيما شرحت الخريطة درت تعليق قلت لك ما تطيحش معايا رشيد بلي هاك الخريطة هذيك الجوية هذي بلي نص المساحة مارقري الأحيان تاع الشتاوة وتاع الكراغلة والجعافرة والظهرة وكذا وكذا ولكن قلت لك لاحظ رشيد بلي نص المساحة كل خضراء ضرك ضرك انا طالب الطياره ضرك لقى نص المساحه مثل الجنان تاع الوالي برك قابض نص المسيره كلها مساحه خضراء فما بالك بالمساحات تاع الواد من تاع سيدي محمود حتى لسد الغابه من الخميس وجه هبط من البرج وجه هبط هذيك كلها مازالت اللي كانت هضرنا على واد القصب واد عظيم جدا وخاصه الممر اللي وسط المدينه هذا المفروض راه يكون حاجه اخرى سبحان الله شوف المنظر تاعها يعني انا واش نقول لك انا واني نسمع فيك هذا هو الفنان راه هو اصلا ما عندوش سكن لهنا يعني تاعو ولكن مهتم بكلش مهتم بالحجره بالشجره بالجمال بالماء ها يعني وغادو الحال على بلادو رغم انه ما يمتلكش فيها متر كلمه مسقط راسي هذه كلمه عظيمه جدا مسقط راسي معناها في نطال مسقط راسي تاك بالانجليزية الفرنسوية تيري شبيك أصلي دمي أنا هنا سبحان الله أنا راح نموت هنا بالأرض هذه خلقت هنا نحبها سي نورمال اللي ما يحبش أصله وبلاده بالنسبة لي حرطاني هذا هو سبحان الله المسيرة والله العظيم منها طلعت ولاية في 74 و75 بصفة رسمية والله مدت حقها بالتنمية ليومنا هذا صدق لا باطمات مسقمه لا طرق مسقمه لا تهيئه عمرانيه مسقمه لا تشجير يومين هذا وين رايحين رانا في 2020 برج ولا تخير منا سبحان الله العظيم السونطافير تاع برج بوريفيتش اللي حد الساعه مازال ومن بعد تخرج هي تلقى البرج تطور ما هي عنده مساحات الله يبارك ولا دي سونطافير اخرى خلقت بصح السونطافير القديم ما روحوش البرج بوز عاد راك والله غا سونتر فيه تاع بوس عذاك اللي مازال كيما راه حاجه ما رابت حاجه ما رابت يعني ساعه ساعه بوس عذاك كنت متعجب انا بوس عذاك خلقت بوس عذاك الجديده الطريق تاع الجزائر والطريق تاع الجلفه وخلقت من السونتر فيه تاع بوس عذاك مازال لو شارم تاعو هذاك مازال يومين هذا نورمال يجوا المخرجين يصوروا محمد ذاك اللي يجي يصور نهار رابت الريكور وراح عاد ما يجيش عاد يدير فيه المقر في المسيرات يعني شاف هذاك الهيكل اللي داروه فيه راح تشوفه هذا اخر هرب قال له شنو هذا شنو البلوك تاع السيما هذا اللي حطوه هنا مثلا يمكن مش هذا واش نقول لك هذا التاسف كاين بزاف كيما انا راني نتاسف عليه انا راني نتكلم بالحقيقه حبي لهذ البلاد وماني طالع فيها والو انا
انا طامع في سكن ارضي مش راه يجيب رب العالمين بسيط ماني نحوس الذي لا ماني تعديلات باش فنان عمر ميت نقل هذا فنان من خلال سكن بسيط يقلبوا فيلا يقلبوا قصر قطع يعيش الفن يعيش الجمال يعيش يوميا هذا مكان كاين ديار انا شفتهم تاع بعض الزملاء والله بسيطه جدا ولكنها فيها شارب فيها 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 نكهه فيها لمسه فنيه ثقافيه يعني كيما المنزل الدار تاعك لهنا الله يبارك متواضعه بسيطه نعيش هاي لمسات فنيه وشكرا جزيلا سيدي كالعاده تستقبلنا بكل فرح وتحط لنا الله يبارك بارك الله فيك سيدي